الجالية المغربية على موعد مع سهرة من أروع ما سوف يقدم ببروكسل يوم 15 فبراير 2019. هذا الحفل اللي كنا كنتظروه بشغف واللي غدا ترأسه الديفا المغربية لطيفة الأفد وباقة من صناع الطرب المغربي اللي غتكون حاضرة بقوة. السهرة غادي تشهد كذلك عروض للأزياء مع أشهر المصممات المغربيات والعارضات للقفطان المغربي. وباش نتعرفوا أكثر على هذا الحفل الضخم نخليكم مع كلمة للمنظمين للتعريف بهذا الحدث الهام. السلام عليكم، كنوجه لكم هذا البلاطو هذا ديال دوزيام إيديسيون كافطان شو ماروكان اللي نتمنى إن شاء الله تكون حاضرة فيه الجالية المغربية اللي حاضرة في بلجيكا وهولندا فرنسا ألمانيا إيطاليا إسبانيا لمالا، ونتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا حاضرين وتشرفونا. وهذا الدوزيام إيديسيون إن شاء الله دونك دوزنا لا بروميير إيديسيون اللي كانت ناجحة وكانت تبارك الله اللي كنتوا حاضرين فيها، وطبيعة الحال الناس اللي ما كانوش حاضرين نتمنى أنهم يكونوا حاضرين معنا ويشوفوا أمور إن شاء الله سميتو تبارك الله. بالنسبة لهاد الفنانين اللي حاضرين غيكون داكشي إن شاء الله مزيان وفيها بزاف ديال السيربريز وكاينين بزاف المسائل اللي ما كانوش العام اللي داز. وبالنسبة للتذاكر عندنا ابتداء من 50 أورو، كاين 50 أورو كاين 60 أورو كاين 70 أورو، والفرق ما بين 50 أورو و 60 أورو 70 أورو الفرق ديال لي طابل، كاينين لي بروميير طابل دونك سي الفي اي بي لو جولد دونك سي 70 أورو بار بيرسون 70 أورو، وكاينين لي طابل اللي هما في الوسط أو ميليو اللي هما ب 60 أورو، كاينين لي طابل اللي هما في الديغيير اللي كاينين لو شوية هادوك ب 50 أورو. الو هاد الاثمنه هادو داخل فيهم لو روبا دونك فيهم العشاء فيهم سميتو. وبالنسبه للعشاء هي 3 سيرفيس هي لونطري بلا ديسير ودرنا ماكله مغربيه، ونتمنى ان شاء الله اننا نكونوا عند حسن ظنكم. بالنسبه للدوره الثانيه كاين عندنا التغيير اللي هو تغيير هو بالنسبه ليزارتيست، الحمد لله ليزارتيست اللي عندنا هذا العام بالذكر باش نذكركم بان معنا لطيفه رأفت اللي مده ما جاتش، معنا سي فنان بنحاس اللي حتى هو مده ما جاش، وبعد الفنانين اللي كانوا العام اللي فات وعاودناهم هذا العام لان بحكم طلبوهم لنا الناس وعليهم الطلب ثاني كذلك ومثال. والتغيير الثاني اللي هو كاين ان شاء الله هذا العام متبادل بالعرض القفطان، لان السنه اللي فاتت كانوا عندنا تقريبا زيانات وستيليس قلال، دونك هذا العام هذا كانوا عندنا لي ستيليس اللي هما غادي يعطيونا صوره جميله اكثر على القفطان. الله نتمنىكم تكونوا حاضرين معنا وكونوا على يقين غادي يعجبكم هذه الدوره احسن من الدوره اللي فاتت ان شاء الله باذن الله. وبالنسبه للتذاكر غادي تلقاوهم في هذا العنوان هذا، ونتمنى ان شاء الله انكم تشرفونا ومرحبا بكم.